هذا العمل قم به ولو مرة في العمر سيكون خير لك من الدنيا وما فيها. سنتأمل اليوم هذا الحديث الذي غفل عنه معظم الناس، وهو من أهم الأعمال في هذا العصر. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، يعني كثير من الناس اليوم لا يشعر بالسعادة، يشعر أنه يلهث وراء الدنيا من دون فائدة، يشعر بالتعب، يشعر أن الوقت مضغوط يمشي بسرعة، لا يشعر بحلاوة الإيمان، يصلي ولا يشعر بشيء، يستمع إلى القرآن ولا يحس بشيء. طب لماذا فقدنا هذه الأحاسيس؟ لأننا غفلنا عن قضية مهمة جدا جدا، وهي مهمة الأنبياء، المهمة التي جاء من أجلها الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا ويقول لنا: لأن يهدي الله على يديك رجلا، رجل واحد، تصور أخي الحبيب، أن يهديه الله بسببك، قد يكون بسبب مقطع فيديو أرسلته له، قد يكون بسبب نصيحة أديتها له، قد يكون بسبب معاملتك الصادقة معه. وسائل الهداية كثيرة جدا، فإذا ضمنت أن يهدي الله رجلا واحدا على يديك، خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت، صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث رتبته حسن وهو في الجامع الصغير. هذا الحديث أيها الأحبة له إشارة في القرآن: ادعوا إلى سبيل ربك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما معنى أن تدعو إلى الله؟ أن تكون مثل الشمعة المضيئة، مثل النور الذي يهتدي به الناس في ظلمات هذا العصر. اليوم أخي الحبيب، بالنسبة لكل إنسان غافل عن الله، هو مثل الأعمى الذي لا يبصر ولا يهتدي ولا يرى أي شيء، يسير في ظلام وهو أعمى. أنت إذا رأيت شخص أعمى يسير باتجاه حفرة من حفر النار، تتركه هكذا؟ إنسانيتك لا تسمح بذلك، فطرتك السليمة لا تسمح بذلك، تجد نفسك لا شعورياً قبل أن تسأل عن دينه، عن مذهبه، عن عقيدته، هل هو خير أم سيء، هل هو مثلا إنسان شرير أم إنسان صالح، أنت بفطرتك تندفع لتدله على الطريق الصحيح وتنقذه من هذه الحفرة. طيب اليوم أنت ترى كثير من الناس من حولك يمارسون الغش والنميمة والفواحش والأفلام الإباحية وما حرم الله والربا وكثير من الكبائر. تجد واحد لا يصلي، لا يصوم، لا يذكر الله، قد يكون ملحدا، قد يكون لا يعترف بوجود إله للكون. نحن نرى اليوم من حولنا كثير من هؤلاء في كل مكان في دول العالم، ليس من الضروري في ما يسمى بالبلاد الحادية، لا، في كل مكان هذه الظاهرة موجودة. طيب أنت كإنسان مسلم، ألا تشعر بأن عليك مسؤولية أن تدل هذا على الطريق الصحيح؟ هذا الإنسان الغافل عن الله، هذا يسير باتجاه حفرة من حفر النار، يسير باتجاه جهنم والعياذ بالله. طيب أنت أكرمك الله وأعطاك معلومات هداك بها إلى الطريق الصحيح، فرض عليك
يعني شيء مفروض عليك أن تدله على الطريق الصحيح، لأنه أعمى، هو أعمى في هذه الدنيا، لا يرى، لا يبصر الحق، فأنت يجب أن تبصره بالحق، أن تدله على الخير، تدله على الطريق الصحيح، وهو حر، إذا أحب أن يستمر فليستمر، ولكن تؤدي مهمتك. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا بعثه الله؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، تنير الطريق أمام هؤلاء الذين فقدوا إبصار الحق، تدلهم على طريق الهدى والنور واليقين، ترشدهم إلى طريق الجنة. وبالتالي أخي الحبيب يجب أن تتذكر هذا الحديث، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، في رواية أخرى خير لك من حمر النعم، هذه وسائل فاخرة كانت من وسائل الركوب، الإبل، هذه الحمر النعم، الإبل النادرة ومرتفعة الثمن، كان لها شأن عند العرب. خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها. تخيل هداية رجل واحد أفضل من أن تمتلك الكرة الأرضية بما فيها لأن هذه الدنيا ستزول وستغادر، هذه الدنيا لن تأخذ معك شيئا إلا العمل الذي قمت به، بينما هدايتك لشخص تبقى وتشفع لك أمام الله، وقد يكون هذا العمل سببا في دخولك الجنة. لذلك احرص على أن تحفظ هذا الحديث، على أن تطبقه. طيب أنا كيف أدعو إلى الله في هذا العصر؟ القضية سهلة جدا أخي الحبيب. اليوم سخر الله لنا، عندما أغلقت أبواب الدعوة سخر الله وسائل التواصل الاجتماعي، تستطيع أن ترسل آية قرآنية فيها معجزة، فيها تفسير لطيف، حكمة من القرآن، حديث نبوي مع معناه مثلا، ترسل أي معلومة لمجموعة من الأشخاص، لا تدري من ينتفع بها، لا تدري من يهدي الله بها. ودائما وأنت ترسل هذه المعلومات ادعو الله عز وجل أن تكون هذه المعلومة سببا في هداية من يشاء الله ويرضى، لأنك لا تدري، قد يجعلك الله سببا في هداية إنسان ملحد، إنسان ضال، إنسان حائر. فلا تتردد أخي الحبيب، ولا تترك هذه المقاطع النافعة على موبايلك، لا، انقلها للآخرين. هذا أبسط مثال للدعوة إلى الله. مثال آخر، أن تبدأ بالأقرب دائرة لك، تبدأ بالأهل، الأولاد، الجيران، الأصدقاء، الأقارب، البيئة المحيطة بك، الأقرب فالأقرب، انصح ولو بكلمة، انصحهم ولو ذكرهم بآية، بلغوا عني ولو آية، هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله. طريقة ثالثة للدعوة إلى الله، انصح إنسان مثلا يكذب بعدم الكذب، هذه دعوة إلى الله، وكل واحد منا يعرف الكثير ممن يكذبون، ممن قصروا في حق الله، ممن ظلموا أنفسهم، ظلم زوجته، ظلم ابنه، أكل مال الناس في الباطل، غش الناس في تجارته، انصحه، قدم له نصيحة. أنت طبعا لست مسؤولا عنه، وأنت لن تحاسب عنه، ولست مسؤولا عن حسابه، لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، الله هو الذي يحاسب، انتبه أخي الحبيب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا مهمتي أن أنصح، أن أنقل المعلومة النافعة بكل مودة ومحبة، وتحب الخير، سواء تقبل شخص هذه المعلومة أم لم يتقبلها هو حر، المهم أن
تحاول وتكسب أجر المحاولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت عندما تنوي أن يهدي الله بك إنسانا ضالا بصدق، صدقني ستأخذ أجر هذه الهداية ولو لم يهتدي، ما دمت أنت حريصا، كنت حريصا على هدايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.